السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البرنامج سباق المشتاقين، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعفو منه سبحانه وتعالى. لازلنا مع الأحباب الكرام فضلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، وشيخنا وحبيبنا فضلة الدكتور أحمد جلال، الله يحفظكم، متع الله بكم، الله يبارك، أحسن الله إليكم، رضي الله عنكم، أحسن الله إليكم. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، فأرعونا أسماعكم وقبل أسماعكم قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. نتكلم اليوم عن التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فضلت الدكتور عبد الرحمن، التوبة النصوح، توب علينا وعليك يا رب، آمين. نحتاج توبة وأوبة إلى الله عز وجل قبل دخولنا في هذا الشهر. نعم، آليات التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا جميعا يا رب العالمين. آمين. القلب رقيق يؤثر فيه أدنى شيء، وهي معادلة نبوية ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الذنب يساوي نقطة سودة في القلب. هذه معادلة، الذنب بنقطة سودة، وكلفت على الحاشية: هذا لطف الله بأمة محمد وستر الله بنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي، حديث أبي هريرة، صحيح الشيخ الألباني: إن العبد إذا أذنب ذنبا، الشيخ أحمد ذكر في اللقاء الماضي، إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. تخيل لو أن النبي قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في وجهه. يا رب سلم يا رب. تخيل لو كان كده. في من كان قبلنا، كان العبد إذا أذنب ذنبا ولو في قعر بيته يصبح وذنبه مكتوب على باب داره. فضيحة لما تغمض عينك كده وتتخيل الدنيا بغير ستر الله. لو ما فيش ستر من ربنا علينا كانت زمانها فضيحة. يعني يمشي في الشارع يبص على البنات، يرجع لأبوه في البيت يقول: ولا أنت عملت إيه؟ وش اسود من كل نظرة. يقفل على نفسه بالليل ومحدش شايفه، ويتابع اللي بيتابعه على الفيس. يوم الصبح تقوم بتقول له: انت بتعمل ايه بالليل؟ انت نايم ولا؟ لولا ستر الله. لكن الله جعل لنا مخرجا ان صدقنا: ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وان زاد زادت. من معادله: وان زاد زاد حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أردت يا عبد الله أن تستعد في حل إعداد حقيقي لرمضان، لابد من توبة صادقة الآن الآن. واعلم أن جند إبليس الأول سوف
والله جل وعلا يريد منك الآن. هو إبليس بيقول له توب، بس اصبر، عيش حياتك شوية، توب لما يجي رمضان يا عم، توب، يبقى توب، سوف أتوب. وكلنا يعرف أناسا ما أدركت، ما أدركوا التوبة بل سبق الموت توبتهم. يا رب كتير كده نعرفه. كل اللي في القبور الآن يا فضل الشيخ محمد، كل اللي في القبور الآن كان عندهم أمال، عندهم مش أمال بقى كمان، أماني جمع أمنية. قلنا في أول لقاء أن النية بيعقبها عمل، إنما الأمنية ليعقبها عمل. اللي بيقول أنا ناوي أتوب، لا، لو كانت نية كان يبقى بعد الكلمة دي تبت إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه، يقلع عن الذنب. إن أنا ناوي أتوب بس إن شاء الله، إن شاء الله لما خلص الكلية دي هفوق وأتوب إن شاء الله، بس بسيب الشغلانة دي المؤرفة دي، هقعد في المسجد وأقرأ القرآن على طول إن شاء الله، بس لما أخلص الصفرة ده هرجع إن شاء الله وما سيبش ولا فرض. دي نوايا. لا، الآن يريدها الله منك، الآن يريدها الله منك. قال ابن عباس إن الله جل وعلا سوى بين من مات كافرا وبين من أخر التوبة، سوى الله بينهم، وليست التوبة. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس قبل الموت والمرض ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيما. وليست التوبة، يعني اللي جاي ده مش توبة، للذين يعملون السيئات حتى إذا، حتى يعني إيه سوف، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، ده عاوزة تقال من زمان دي. ولا الذين يموتون هم كفار، يعني لا دي توبة ولا دي توبة. يبقى إذن من يريد أن يقبل عليه رمضان بقلب صادق صاف قد جدد الإيمان في قلبه، قد طهر قلبه من هذا الران الذي علق بقلبه، لابد أن يتوب. إمتى؟ قبله الآن. الأخت اللي قاعدة سمعاني الآن على طول، ما تخرجيش بعد اللحظة إلا بالحجاب الشرعي. النساء الأنصار هم في المسجد وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آية الحجاب، شققنا. ما قالتش إن شاء الله أنا هلبس النقاب وأروح، أروح على طول، وممكن ما تروحش. أيوة. ممكن ما تروحش. صحيح. شققنا مروطهن فاختمرنا بها على طول الآن، ما استناش. لأنك لا، ربما لا تدرك، ربما لا تدرك فعلا. يعني شباب أعرفهم كثيرا ماتوا وما كان يخطر ببال أحد أنهم سيموتون. شاب عارف والله العظيم في بلد وعرب بيته، دخلت بيته، مات في دورة المياه وبعمل استمناء، وزميله كادوا يصعقون، كادوا يصعقون. عربية ماشية من فوق الكوبري كفر الزيات، عربية اوكتافيا موديل حديث ماشية من فوق الكوبري، كوبري نظيف، لا فيه بقى تراب ولا فيه مية، ماشية فوق الكوبري العربية مرة. أنا عندي الصورة بالفيديو، عند الصورة بالفيديو، العربية ماشية والناس اللي وراها مصورينهم وهم قاعدين يلعبوا بالعربية كده، ما يعرفوش مين اللي في العربية. بقول فجأة لقينا عربية هتلفة وهتقعد تتقلب من فوق الكوبري، وراحت منفجرة، والعربية ولعة منفجرة، طار منها واحد خبط في جنب الكوبري وراح واقع، عزكم الله ظهره ومؤخرته محروقة. الناس جرت تطفيه، مش لاقين لا تراب ولا مية، جابوا طفايات الحريق طفوها بيه، ظهره اتحرق شوية بس أحياه الله جل، لسه في حياة كويس ما ماتش. قعدوا يهدوه ويسكنوه، عربية ولعة يعني، يسكنوه ويهدؤوه ربع ساعة تلت ساعة. لما فاق أخبرك إيه أنت كويس؟ معلش العربية في داهية. قالوا معايا أربعة في العربية، أربعة في العربية، الناس سابته وجرت جاري على العربية بقالها تلت ساعة بتولع، جرت جاري. والله الإخوة بيقولوا لي إحنا طلعنا من السيارة أربعة بلا رؤوس، المخ غيري وفجر المخ دماغ بلا رؤوس. دول كان بيعملوا إيه؟ هذا الرجل أحياه الله بموت هؤلاء. أنا يعني أقول هذا عشان لا تؤخر التوبة، دول كان شباب عندهم أمال،
كان بيعملوا ايه، مشغلين ايه، معاهم ايه في العربيه، مش عاوز اقول لك، اسال الله ان يسترنا واياك في الدنيا والاخره. لكن انا اقول لك كانوا على معصيه، استخرج الله. انت عارف اللي طار ده شيخ محمد، شيخ احمد كان قاعد فين؟ بيحكي لهم الراجل ده كان قاعد في الكرسي اللي وراني في النص، العربيه فيها خمسه، لا السواق عارف يفتح الباب ولا اللي جنبه ولا الاثنين اللي في الطرف، ده اللي كان في النص اول ما فرمل طار في الازاز. سبحان الله، الله كتب له حياه، حياه بموت. فانا اقول يا اخي لا تسوف في التوبه فقد لا يمهلك الموت، بادر قبل ان تبادر، واسرع قبل ان تسرع، فالموت سيسبق. انا لا اريد ان اذكر كثيرا من هذا، وان كان هذا يحتاجه كثير من الشباب الغافل، صفحه على الوجه ليستفيق الانسان. لكن اقول لك الله جل وعلا فتح لك الباب. مش بيسمع كلمه دي على طول، لا يا اخي مش ربنا فتح الباب، لا اقول الباب اصلا مفتوح، يعني لم يكن مغلقا ففتح. باب التوبه اصلا مفتوح. والله يا فضيله الشيخ انا يؤثر فيه جدا ان الله جل وعلا يفتح، يذكر لك ان باب التوبه مفتوحا، ان باب التوبه مفتوح قبل ان يذكر عقوبتك. تؤثر فيه الايه دي، قول الله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، دول عملوا ايه؟ حرقوا اولياء الله الصالحين، حرقوهم، خضوا الاقاديم، عملوا حفر حطوا فيها نحاس منصهر، وجابوا المراه المسكينه اللي بترضع ابنها وحواليها اولادها، تخيل مفيش رحمه، نزعت رحمته من قلوبهم، جابوا العيال قدام امهم، عيل يرموه يتحول الى رماد، حتى كان من شان طفلها الرضيع سحبوه من انت متخيل المشهد؟ انا احيانا بقعد متخيل المشهد مع نفسي، الولد وهو بيرضع بتشده والدم واللبن بينتثر والام بتصرخ وتمسك فيها، والولد ينطقه الله جل وعلا يا ام اثبتي فانك الحق، ويرمي قدام عينها يتحول الى رماد، وبعدين هي تترمى في النار. شوف المجرمين دول، هؤلاء مجرمون فعلا، فعلوا ذلك باولياء الصالحين بالاتقياء بالمؤمنين، ورجعوا الى ديارهم يتغنون بذلك، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش دول اهل الاجرام؟ ومع ذلك عذبوا اولياء الله في الدنيا وحرقوهم في الدنيا، دول المفروض يتحرقوا قبل ما ربنا يذكر انهم هيتحرقوا لا دنيا ولا اخره، ذكر لهم ان الباب مفتوح، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا. قبل ما يذكر العذاب فتح لهم الباب. فيا عبد الله اذا كان ربك جل وعلا قد فتح الباب للعصاة للمجرمين، فما ظنك بما فعله ربك جل وعلا مع عباده الصالحين؟ لو صدقت مع الله جل وعلا في إرادة التوبة فتح لك الباب. قلوبنا كنا ذكرنا في اللقاء الماضي وأنا أؤكد المبدأ الذي يقرره علماء الشرع وعلماء التربية بمبدأ التخلية والتحلية. هنتكلم بقى عن عبادات رمضان وتعمل إيه في رمضان وتبدأ فيه من الآن، كل ده الشيخ أحمد هو بيتكلم في اللقاء الماضي لما انا ذكرت مثل الاعداد لرمضان، وبعدين قال الاستغفار. كنت عاوز اقول له طول ما هو قاعد يقول، عاوز اقول له شيخ اللي انت بتقوله ده المفروض قبل ما نقوله، لان هو التخليه الاول ولا التحليه الاول؟ التخليه الاول اللي قاله الشيخ احمد الاول، الكوبايه اللي حطيت فيها الشاي وحطيتها جنب رجل السرير زي ما بيحصل وهو نايم، والتفل فيها نسيتها اسبوع، جات الزوجه وهي بتنظف لقيت الكوبايه فيها تفل وفيها عفن وفيها، هل ممكن الكوبايه دي تحط فيها لبن على طول؟ لابد ان تغسل اولا. تلك هي قلوبنا، كم اتسخت بالذنوب والمعاصي وران عليها او رانت عليها افعالنا. لا ينبغي ابدا ان تحلي هذه القلوب بالطاعات في رمضان ورقه القلوب في رمضان الا قبل ذلك، وتخليها مما علق بها من درن الذنوب من الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ليغان على قلبي فاستغفر الله. الحل كده أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة يا كل بعيد عن الله. الآن توب، ما تستناش. كلمة ألم يأن للذين آمنوا، ألم ده سؤال إجابته إيه؟ الآن يا رب. مش ألم يأن يبقى الإجابة إيه؟ الآن يا رب، آن الآن يا رب. يبقى لابد ألم يأن لك أن تتوب عن النظر للمحرمات؟ ألم يأن لك أن تترك النظر
على الفتيات والأفلام الإباحية؟ ألم يأني لك أن تترك المقاهي والدخان؟ ألم يأني لك؟ قل له أنا يا رب. فلو صدقت وأقبلت على الله جل وعلا بدأت بصفحة جديدة تحليها بعد ذلك بالطاعة. ويكفيك هذا الحديث الذي سمعناه من الخطباء تقريبا من معظم الخطباء الأوقاف في كل خطبة سابقة يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل رأيتم أكرم من الله؟ الله يتوب علينا وعليكم. آمين يا رب. آمين يا رب. شيخنا الشيخ أحمد، أيضا تعريجا واستطرادا لشيخنا، هذه الأنباء وعليكم تفصيل. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. أطرح أولا، ماذا لو ماذا لو أخرنا التوبة قليلا؟ إيه اللي ممكن يحدث؟ سلم. قبل ما أجاوب على هذا السؤال عايز أذكر مثالين. طبعا. مثال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذكره أهل السير في حياة أحد الصحابة. أما المثال الأول، ماذا لو تأخرنا قليلا؟ يعني لو أخرت التوبة قليلا، لو أنا قلت خلاص، كان الدكتور عبد الرحمن مؤثر جدا والموقف اللي ذكره والحريق والنار، لا أنا عايز أذوب دلوقتي. طب بس ما يجي رمضان بقى، ما يجي رمضان، ماذا لو تأخرنا في التوبة قليلا؟ المثال الأول حديث قاتل المئة نفس، لما قال للعالم هل لي من توبة؟ قال له ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. شوف الامتثال للكلام. قال فالتفت الرجل بقلبه فمات. يبقى إذا هذا الرجل يلا نتوب، يبقى دلوقتي مش هستنى رمضان، مش هستنى بقى خلاص، سيب أرضك وروح لأرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. فاترك أرضك، خلاص أنا هترك أرضي، هو ده الآن الآن. فالتفت بقلبي، حتى دي رواية مسند أحمد، فالتفت بقلبي يعني هو ما لحقش يعمل كده، هو قلبه خلاص، قال خلاص أنا أخذ القرار، أخذ القرار بقلبي وإعمال في مكانه. وهنا مجرد أخذ القرار اختصرت في ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، والقصة مشهورة معروفة، وقال الله لهذه الأرض أن تقربي ولهذه أن تبعدي، فكانت النتيجة إيه؟ فقبضته ملائكة الرحمة لما جاءته إلى أرض الطاعة أقرب فدخل الجنة. سؤال، قاتل مئة نفس أين هو الآن؟ الجنة. ماذا لو تأخر قليلا؟ ماذا إلا يحصل؟ تخطفته خلاص، هيجدوا أقرب لأرض المعصية ويكون في النار. عمرو بن أقيش الصحابي الكريم، سبحان الله العظيم، الصحابي الكريم عمرو بن أقيش كان يتعامل في الجاهلية بالربا، الحائل بينه وبين التوبة، بينه وبين الإسلام الربا. لو أسلمت طب فلوس الربا اللي عند فلان وسين وصاد وعين، سافر إلى الشام، أتى بأمواله، فلما عاد المدينة وجد المدينة شبه خالية. أين فلان؟ مع النبي في أحد. وأين فلان؟ مع النبي في أحد. أين فلان؟ مع النبي في أحد. وصل أحد فلقى المعركة على أشدها، صحيح. فأقبل بها، خلاص أنا داخل أقاتل، داخل أقاتل، أنا دلوقت ما عادش قصة ربا، خلاص أنا أتوب أسلم أدخل. دخل المعركة، جاءه سهم وقع في الأرض، فأرسل النبي سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة فقال سله يا عمرو بن أقيش، أغضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ صحيح. قال بل هي لله ولرسوله، ثم مات. سبحان الله العظيم. والنبي لما يخبر بهذا يقول رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. السؤال، ماذا لو تأخر قليلا؟ خلاص أنا هنتظر بقى النبي يجي من المعركة بتاعته دي وأقعد بقى معاه أكلمه. ماذا لو تأخر قليلا؟ كان هيبقى الحال مختلف. عشان كده احنا دايما بنقول للناس مسألة التوبة بالذات، ما ينفعش أقول طب رمضان، طب لما اتجوز، طب لما خلص جامعة، ده ما ينفعش. الآن يقين الآن. ليه بقى؟ الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال يعني كلام يكتب والله بمداد الذهب. قال وأن هذا الإنسان الذي يؤخر التوبة يبتلى بإحدى مصيبتين. المصيبة الأولى إما أن يفاجئه الموت فيموت قبل أن يتوب، وكم رأينا من نماذج الدكتور عبد الرحمن ذكر لنا بعض هذه النماذج، إن ممكن هذا الإنسان يقول بكرة أتوب، بعده أتوب، بعده أتوب. وكم من أقوام بحق عند موتهم تمنوا التوبة وعجزوا عنها. والله يعني كما قال الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز، وهذا قول للسدي وقول لعكرمة، قال حيل بينه وبين التوبة عند موتهم، مش قادر يتوب، هو بيموت مش عارف يتوب.
مش عارف يتوب. يعني فعلا اللي بيموت ده اللي رأى فعلا سكرات الموت ده بيبقى قدامه حاجات كتير عايز يعملها مش عارف يعملها. وذلك أيضا في تأويل قول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال أهل التفسير، ده قول جماهير المفسرين، أحاطت به خطيئته عند الموت، فما هو عند موته استطاع أن يتوب منها أو أن يخرج من تبعاتها؟ مش عارف. عفوا شو عمل أنا يعني عفوا في أثر فيه جدا في القسم العناية في المستشفى، الناس لما بيموت بعض الدكاترة الأفاضل بيلقنوها، فعلا في واحد شفت بنية انهارت تقول له لا لا الله، يقول كل حاجة إلا الكلمة دي، أنا مخنوق، شوفوا سيبني باللي فيا أنا مخنوق، طب قول لا إله إلا الله، وفعلا يموت وما قالهاش. يا سبحان الله، والله كم راينا من هذا يا محمد. والله انا رايت هذا بعيني، يعني انا كنت في موقف زي دكتور العنايه كده، انا واقف مع حد ألقنه التوبه وهو بيموت وبيعمل معصيه، يعني هو بيعمل معصيه وهو عارف ان هو بيموت ويرى سكرات الموت وعمال زي ما يكون بيشيل شيء عنه، والله واذكره بالله هو مش هنا خالص، فقد يفاجئه الموت. الأمر الثاني، ودي المصيبة بتكون أكبر وأشد يا شيخ محمد، الله عز وجل من رحمته بنا خلق في قلب كل إنسان منا واعظ. الواعظ ده أنا لما عملت الذنب رحت بالليل الواعظ ده بيقرصني بيقول لي أنت إيه اللي أنت عملته ده، فأقول أنا هتوب. فأنا النهاردة لما أخرت التوبة يوم عملت ذنب تاني، فأنا جبت سكينة وضربت الواعظ ده اللي هو الضمير اللي ربنا خلقه في القلب، واعظ الله في قلب كل مسلم. فكانت النتيجة أنا بعدها عملت ذنب تاني طعنة تانية وتالتة ورابعة حتى مات هذا الواعظ في هذا القلب. فمن يذكر هذا الإنسان بالتوبة؟ اللي كان زمان بيقول لي توب راح، اللي كان بيقول لي توب راح، فمين يقول لي التوبة الآن؟ وكان الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه بيزيد مصيبة ثالثة، قال والله لو لم يكن لمن يؤخر التوبة إلا طول الوقوف بين يدي الله عز وجل للمسألة فكفى بتأجيل التوبة مذمة. يبقى إذن أنا محتاج أقول لا، ما ينفعش نتأخر خالص، بل التوبة الآن. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصديق وقال علمني دعاء أدعو به، النبي علمه إزاي يتوب، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنبا فاغفر لي. فهنا النبي يعلم من وصل إلى مقام الصديقية إنه زي يتوب. فإذا كان من وصل لمقام الصديقية بيعلمه زي يتوب، وكان رجل إذا أتاه يعلن إسلامه كما في صحيح مسلم علمه هذه الكلمات الخمس: قل اللهم اغفر لي وتبع، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني، وفي رواية أخرى وعافيني. فهنا النبي يعلم اللي في بداية الإسلام انه يبدا انه يتوب، وعلم من وصل الى مرحله الصديقيه انه يتوب. اذا مرحله التوبه او مقام التوبه يعني داخل في كل لكل احد، من وصل لمرحله الصديقيه ولسه بيقول الف باء اسلام او التزام. النقطه الثانيه، ودي نقطه انا عايز ااكد بقى عليها، يعني طب هي التوبه دي ممكن تنفعني يا دكتور عبد الرحمن؟ وانا مثلا سامحوني والله في شباب بيجي يقول لي كده، وانا اصلا بقالي 15 سنه والعياذ بالله ارتكب فواحش. واحد تاني يقول انا بقالي 20 سنه ما صليتش، هل يا ترى هذه التوبه ستنفع هذا الانسان؟ لازم نذكر هذا بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. مهما بلغ الذنب حتى ولو كفر، سبب نزول هذه الايات الناس فاهمه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن يقول لو أشرك ما ينفعش يتوب بقى. لا بص يا دكتور عبد الرحمن، لو أشرك يتوب برضه. بالظبط، سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: جاء أقوام من أهل الشرك إلى رسول الله وقالوا إنا أهل شرك، إحنا مشركين، قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الله له تبارك وتعالى ما ترك له مقام الإجابة، ولكن جعل الإجابة من عند الله عز وجل. وتنزل هذه الآية مع قرينتها في سورة الفرقان: قل يا عبادي، يعني قتل بإسراف وزنى بإسراف وهو مشرك، ومع ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويذكر أهل العلم أيضا، شفر له بس يا شيخ، نعم، ده تبدل سيئات حسنات، وفي آيات سورة الفرقان. فأمر عجيب سبحان الملك، يعني مهما بلغ الإنسان من ذنوب أو معاصي لا توب وارجع. يذكر أهل التفسير أيضا قالوا وإن كان في إسناده ضعف أن هذه الآية نزلت في وحشية بن حرب
متخيل؟ وحشي بن حرب قاتل حمزة يأتي إلى رسول الله ويقول هل لي من توبة؟ فتنزل هذه الآية. الله أكبر، إيه ده؟ وهذه الآية أيضا يعني يذكر أهل العلم في سبب نزولها عشان نقول للناس مهما كان الذنب، والله لو إنسان وصل حتى أنه ارتد عن الإسلام، هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة وعمر بن الخطاب تواعد على الهجرة معا. هشام بن العاص علم أهله بذلك أخذوه ففتنوه فارتد. فالصحابة لما وصلوا المدينة كانوا بيسألوا هم الناس اللي عرفت النبي وصلت ورا النبي في مكة وتابت، الناس دي لها توبة لو ولا ملهاش توبة؟ وارتدت، عرفت الحق ولم تتب. فبعضهم يقول لهم توبة، بعضهم يقول ليست لهم توبة. فنزل قول الله عز وجل ليفصل هذه المسألة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهنا عمر كتب هذه الآية في رقعة وأرسلها لأخيه هشام بن العاص، فقال كنت كل يوم أخذ هذه الورقة وأصعد بها إلى شهق أتدبر فيها ماذا أراد عمر من هذه الآية، حتى شرح الله صدري أنها نزلت في وفي أمثال ممن ارتدوا عن الإسلام. فلما علم أن الباب مفتوح وأن الله سبحانه وتعالى يقبله، تاب هشام بن العاص وعاد وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بعد ذلك في أجندين أو في اليرموك رضي الله عنه. يبقى إذن هنا أنا لازم أقول لكل حد النهاردة مهما كان الذنب توب وارجع. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل غفور رحيم. من أفضل ما يستعد به لرمضان هو هذه التوبة النصوح التي نقبل بها على الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم يقينا أن الله عز وجل كما غير نواميس الكون لقاتل 100 نفس لما تاب، فإن الله قادر على أن يغير لنا النواميس فيغفر لنا ما قد كان ويبدل لنا السيئات حسنات إذا رأى منا قلب نصوح عاد إلى الله عز وجل بصدق. أحسنتم أحسن الله. كذلك أنا أصطحب في هذا الصدد أيضا حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. طالما أن الروح لا زالت في الجسد عندك فسحة وعندك فرصة أن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إليه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد، ما يفعل الله بعذابكم، لكن هناك صنف من بني آدم هو كيفه ومزاجه أن يخش النار، كما قال عليه الصلاة والسلام إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيه. هو مش هو عايز نار، حفة الجنة بالمكان والنار بالشهوات، هو عايز يعمل اللي هو عايزه، هو عايز يعيش. طب وبعدين ليه النفس يعني مجبولة على ايه الشهوات دي والشارع يقول له لا هذا محظور ما ينفعش ده حرام ده لا يجوز، لكن هو نفسه لا احنا عايزين نعيش يومين احنا عايشين. واضح ازاي؟ ولذلك سبحان الله هذا الحديث عجيب. قال عليه الصلاة والسلام عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. انت بتجرجره علشان تدخله الجنة، طب دي جنة بتجرجره انت عايز تدخله الجنة، ولكن على النقيض اني ممسك بحجزكم على النار وانتم تقحمون فيها. سبحان الله. يعني كذلك كان سبب توبة داود الطائي أنه دخل المقابر ذات يوم فوجد امرأة عند قبر وهي تبكي عنده، فسمعها وهي تنشد بيتين تخاطب صاحب هذا القبر وتقول مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. الله. هي إيه بتخاطب صاحب القبر ده، بتقول له أنت مقيم في هذا القبر في ليلة صبيحة تلك الليلة هو يوم القيامة. الله. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لأن هذه الليلة التي يبيتها الإنسان في قبره صبيحة تلك الليلة هو يوم القيامة. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. هذا إيه الفرق بينه وبينك دلوقتي؟ الجدار بتاع القبر. تزيد بلا في كل يوم وليلة، كل يوم بيمر على الميت في القبر يزداد رفاتا ويزداد بلا، وتقول له ولكن يبقى حبك، يبقى حبك على مدار الدهر. واضح ازاي؟ لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد، الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض، بقرب الأرض خطايا ومعاصي وذنوب، لو جئتني بقراب الأرض خطايا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، آمين، وأن يقبل توبتنا وأوبتنا. آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه ويستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا. إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.